وهذه كراعين العجل شوفوا راح اسويها معاكم طبعا مغسولين وينننون بس انا بحط عليهم شويه ملح وخل شويه خل اصلا هما كذي ينننون بهارات صحيحه وتحطوا اي نوع مع الخلطه حطيت كركم حط الطماطتين كذي في الاخضر حار تبون ما تبون كيفكم لكن يبي له وقت للطبخ. مع اجمل لقطه شوفوا بس شوفوا الكراعين اخذت وقت شوفوا شوفوا شلون الكراعين متفتشين حط الجاي هذا كله كولاجين طبيعي هذا الماي لا تقطونه اذا زاد ما شاء الله شوفوا الكراعين هذا اللي شنو شوفوا الفوائد جربوا كراعين العجل روعة شوفوا شلون دايب